حلو طب أوي. انت بتشوف عدد ثانية غفر الله لكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. على محبة مولانا صاحب العصر والزمان، ثالثة بأعلى أصواتكم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. الله عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آل بيتك المعصومين، صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة وسراج الظلمة وأبا الأئمة يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذه الآية المباركة يقول الله سبحانه وتعالى: إن الملائكة فورما وجدت هذا المخلوق الأرضي اعترضت أو أشكلت، طرحت هذا السؤال: يا رب نحن أحق بالخلافة منه، ولماذا هذه الأحقية؟ يا رب هذا الموجود الأرضي يفسد في الأرض ويسفك الدماء، في المقابل نحن نسبح بحمدك ونقدس لك. كيف عرفت الملائكة أن هذا الموجود الأرضي له كل هذه الصفات السلبية، يفسد في الأرض ويسفك الدماء؟ في الحقيقة أيها الأعزة، لقد شاهدت تكوين هذا المخلوق. العلماء يقولون لقد شاهدت أبعاد شخصية هذا المخلوق الأرضي، فعرفت أن هذا سيكون سفاكا من الدماء، سيكون مفسدا في الأرض. وأي أبعاده هذه؟ شاهدت هذا الموجود
وما يحويه من غرائز وشهوات. فهذه الغرائز والشهوات تركيبتها الإفساد، تركيبتها سفك الدماء. وهذه الحقيقة واضحة وجلية أيها الأعزة، ولا تحتاج إلى برهان. وقد استدل مولانا الإمام الحسين صلوات الله وسلامه تعالى عليه وهو ذاهب إلى بلاء بالقضية التالية. كان الإمام الحسين صلوات الله وسلامه تعالى عليه كما يذكر الإمام زين العابدين كما يروى عنه: خرجنا مع الحسين فما نزل منزلا ولا ارتحل منه إلا ذكر يحيى بن زكريا وقتله، وقال يوما: ومن هوان الدنيا على الله إن رأس زكريا بن يحيى، إن رأس يحيى بن زكريا عليه السلام أهدي إلى بغي من بغايا بني إسرائيل. أصلا كان سبب سفك دم يحيى بن زكريا عليه السلام وعلى نبينا وآله وعليه السلام هو هذه الغريزة بالذات، هو هذه الأبعاد بالذات. فقد كان الملك يريد أن يعمل الفاحشة والعياذ بالله مع ابنة أخت له، وأراد أن يأخذ الإجازة من يحيى بن زكريا. يحيى بن زكريا قال: كلا، هذا الأمر محرم، الفاحشة محرمة. فإذا بتلك الفتاة الملعونة ذهبت إلى ذلك الملك، تزينت له، قالت: لا أعطيك من نفسي شيئا حتى تعطيني رأس يحيى بن زكريا. هذا قال: لا، لا يمكن ذلك. أصرت، فقتل يحيى بن زكريا وسفك دمه. فتقول الرواية: سقطت قطرة من دمه، وما زالت تلك القطرة تعلو حتى بعث الله بخت بن النصر عليهم فقتل منهم 70,000 حتى سكن. تشوفون أيها الأحبة، الغريزة لها هذا الأثر، الغريزة لها هذا البعد السلبي في حياة الإنسان، تدمر حياة الإنسان، تفسد حياة الإنسان. فيا ترى كيف نتعامل مع الغريزة؟ هنالك نظريات ثلاث في هذا الجانب. النظرية الأولى نظرية الكبت، نظرية الرهبنة. يقول: هذه الغرائز هي سبب سوء حياة الإنسان، فكلما كبتها وكلما طمستها وكلما ألغيتها من حياتك أيها الإنسان تكاملت وارتقيت في أعلى درجات الكمال وابتعدت من الفساد. لكن الحقيقة هي خلاف ذلك. كنت قبل سنوات أشاهد برنامجا إخباريا في أحد القنوات في أمريكا، وهذه القنوات تتكلم عن فضيحة الكاثوليك رومان تشيرش، فضيحة كبيرة. وهذه الفضيحة ليست فقط في أمريكا، بل في أمريكا وهولندا وبريطانيا وعددوا. ويستطيع من يبحث في الإنترنت أن يبحث عن هذه الفضائح وهذه الإسكاندلز. شو السالفة يا جماعة؟ شو القضية؟ هؤلاء قالوا: نحن نترهب. هؤلاء قالوا: علينا أن نكبت هذه الغرائز في الكنيسة الكاثوليكية، محرم على القساوسة الزواج. لكن ماذا فعل؟ صارت فضائح، أخذوا يعتدون على الأطفال، كبروا هؤلاء الأطفال فاعترفوا بعد ذلك. إذن هذه غريزة فطرية ولا يمكن محاربة ما أودعه الله سبحانه وتعالى. النظرية المقابلة، يقول هذه النظرية المقابلة: يا أخي
عليك بإطلاق الغرائز، عليك بتحرير الشهوات. إن بتحرير الشهوات وبإطلاق الغرائز ضمان أمان المجتمع. وكيف ذلك؟ يقول تعالوا في المقابل لننظر، لو تأخذون الأسد مثلا، هذا الأسد اجعله في قفص وامنع عنه الطعام والشراب أيام وليالي، هذا الأسد بمجرد أن تفتح القفص أمامه سينقض على الناس ويأكلهم ويفترسهم ويسفك دماءهم. إذن ما الحل أيها الأعزة؟ الحل أن دائما أنت تعطي هذا الأسد، دائما توكل هذا الأسد ولا تجعله نعم يجوع أبدا. هنا أيها الأحبة تضمن أن الأسد لن يرتكب مجزرة إنسانية. كذلك الحال في الإنسان، يقول أنت أطلق شهوات الإنسان. الإنسان هكذا، حتى لو مثلا هذا الفقير، أعطيكم باب مثال، الفقير إذا جعلت الفقير ولم تعطيه مالا ولا طعاما، أنت لا تضمن ماذا سيحصل لهذا الفقير، ماذا لا تضمن الجرائم الاجتماعية التي سيرتكبها هذا الفقير. إذن عليه أن يأخذ حظا من الدنيا ويأخذ حظا من هذه اللذائذ وهذه الغرائز. لكن أيها الأحبة، هذا الأمر ليس صحيح في كل حاجات الإنسانية وفي كل شهوات ورغبات الإنسان. ربما تخلي الإنسان يأكل يشبع فيكف عن الطعام، لكن هنالك غريزة مثل طلب المال، من هو مال لا يشبعان، طالب علم وطالب مال لا يشبعان أبدا. وكذلك الغريزة الجنسية، هذه الغريزة الجنسية مثل النار، إذا جعلت النار في خشب في أي في بيت فإنها لن تهدأ حتى تحطم كل ما أمامها. والدليل على ذلك انظروا هذا التقرير، هذا التقرير نقلته CNN نقلا عن World Health Organization. كان هذه ذكرت هذا التقرير، وهذا التقرير مروع أيها الأحبة. في أمريكا، الدولة التي لا يوجد حدود ولا يوجد قيود على علاقات الناس وغرائزهم، هل حمل مجتمع من الفساد الاجتماعي؟ اسمعوا هذا التقرير، هذا التقرير خطير. يقول واحدة من كل ثلاث نسوة تعرضنا وسيتعرضنا للعنف الجسدي والجنسي. يعني الإنسان لو كان في أمريكا، لو يفكر في واحدة من ثلاث نسوة يعرفهن، أمه أخته كذا غير ذلك، هذا لابد واحدة من هذه الثلاث يتعرضن. إنسان شو القضية؟ هؤلاء المجتمع أطلقوا غرائزهم لكن لم يجدوا الحل إطلاقا. إذن فما هو الحل؟ ما هو الحل ونحن شباب نريد أن نسيطر على هذه الغرائز، نريد أن نتحكم بهذه اللذائذ؟ ما هو الحل أيها الأعزة؟ الحل علينا أولا أن نفهم ما هي اللذة وأن نفهم مفهوم اللذة. أيها الأحبة، إن المحرك الأساسي، هذه حقيقة بشرية ولم يرفضها القرآن، إن المحرك الأساسي لكل سلوك ونشاط الإنسان هو أحد أمرين، هذا الإنسان وهذا الموجود الآدمي هو حركته سببها أحد أمرين، نشاطه فاعليته سببها أحد أمرين، إما
طلب اللذة أو اجتناب الألم. فحين تجوع تبحث عن لذة الشبع، عندك لذة الشبع تريد أن تطرد بها ألم الجوع. هذا ألم الجوع حينما يحدث في النفس يترك توتر، هذا التوتر نتيجة تقلصات عضلية في جدار المعدة، ولإزاحة هذه التقلصات يبحث الإنسان عن الطعام. لماذا تبحث عن الطعام؟ طلبا في اللذة. وكذلك الحال بالنسبة إلى اللذة الجنسية، فإن هنالك إفرازات وهرمونات تفرز في جسم الإنسان ومركزها الذهن ومركزها المخ، وهذه الإفرازات الجنسية التي تكون في مركز المخ تكون في أحد أمرين، إما حالة تهييج وإما حالة، نعم هنالك مركز لمهيج في المخ وهنالك مركز آخر مهبط في المخ، ويمكن استثارة هذه الغريزة بأحد عاملين مؤثرين، إما مؤثرات عضوية كاللمس وما شابه، وإما مؤثرات نفسية، والمؤثرات النفسية حصيلة تفاعلات وتجارب سابقة عن طريق الحواس والنظر والسمع والشم. فيمكن إثارة الإنسان وإثارة غرائزه عن طريق الصور وعن طريق التخيلات وعن طريق سماع الأغاني، وهنالك عامل مثبط يقول علماء النفس، هذا العامل المثبط هو نتيجة إما الخوف وإما الجهد وغير ذلك. بعد هذه المقدمة نسأل، كيف نسيطر على غرائز الإنسان؟ طبعا قلنا نحن لا نريد كبت هذه الغرائز، بل هنالك قوم على زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبي القاسم محمد، الله امتنعوا عن الطعام. واحد قال أنا أصوم لا أفطر، شخص قال أنا لا أنام الليل أقوم الليل، شخص ثالث قال أنا أعتزل النساء. هنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلاف طبيعته ذهب إلى المسجد وهو غاضب، وكان رداؤه يجره على الأرض، هكذا كان غاضب رسول الله، فقال هذه الأمور من سنتي، ومن رغب عن سنتي فليس مني. إذن أيها الأحبة، نحن نريد أن نحمي أنفسنا من انحراف الغرائز. ماذا نفعل؟ أول شيء، إذا كان الإنسان في معرض الفتنة ولا يستطيع أن يحمي نفسه كما أنتم الآن في الغرب، إذا لو كان الإنسان في معرض الفتنة ولا يستطيع أن يحمي نفسه ويعلم أنه سينحرف، يقول علماء يجب عليه أن يهاجر من دولة ينحرف فيها، أن يهاجر من دولة يكون فيها الفساد. لكن واحد يقول لا شيخنا مو بهالمستوى، لكن نحن نريد أن نسيطر على غرائزنا، ولكن نحن مو مستوى أن نحن مو قادرين أصلا أن نحفظ ديننا ونحفظ أنفسنا. قل صحيح، جيد، ذكرنا لكم مثيرات هذه الشهوة، هنالك مثيرات عضوية وهنالك مثيرات نعم حسية، أما كيف نسيطر على تلك المثيرات؟ الروايات تتكلم. أقول أول شيء عليك أن تبتعد عن مصافحة النساء، لأن هذا مثير عضوي، قلنا من خلال التلامس هذا يثير الإنسان، يثير غريزة الإنسان، وإذا أثار غريزة الإنسان هذا صار عنده شعور بالألم، لأن هذه الهرمونات تفرز إفرازات في جسمه ويريد أن يشبع هذا الألم خلال الغريزة حتى يكون عنده لذة. ف
فمن الأساس لا تثير هذه الغريزة. تقول الروايات لا تصافح المرأة الأجنبية. من صافح عن رسول الله محمد، اللهم صل على محمد محمد، صافح امرأة حراما، احذر يا شباب، انتم الله يعينكم، انتم معرضين الى هذا الابتلاء، ولكن يجب ان لا تتهاون في هذا الامر. من صافح امرأة حراما جاء يوم القيامة مغلولا ثم يؤمر به الى النار. وكذلك الحال في الكلام، كذلك الحال في المحادثة مع المرأة. عليك أن تراعي الحدود الشرعية وأنت تتكلم مع المرأة الأجنبية. فالبعض يقول أنا مضطر أتكلم مع الدكتورة، مضطر أتكلم مع البائعة، مضطر أتكلم مثلا مع بعض النساء، لا بأس، ولكن راعي الحدود. لا نعم تتجاوز هذه الحدود. فعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن فاكها امرأة، يعني يضحك معاها، ومن فاكها امرأة لا يملكها حبس بكل كلمة كلمها في الدنيا 1000 عام في النار. القضية مو سهلة، القضية مو هينة. كذلك عدم النظر إلى الأجنبية، فالنظرة بعد النظرة تزرع في القلب الشهوة. شباب، تقول هذه الرواية تزرع في القلب الشهوة وكفى بها لصاحبها فتنة. هناك روايات تبذر، ماذا معنى، ما معنى هذا الأمر؟ تعال خلنا ننظر إلى الصحراء. الصحراء في فصل الصيف تشوفها صفراء قاحلة، لكن حينما ينزل المطر ماذا يحصل؟ حينما ينزل المطر في فصل الصيف، في فصل الشتاء، ترى هذه الصحراء خضرة ريانة مزدهرة، تتعجب أين خرج كل هذه الزهور وكل هذه الحشائش وما لأشبه، أين ظهرت؟ يقول كان هنالك بذور، موجودة هذه البذور في هذه الصحراء، تنتظر متى ينزل عليها الماء فتكبر وتنمو. كذلك النظرة تبذر في القلب الشهوة، هنالك رواية أنها تبذر، يعني هنالك هذه النظرة تجعل في قلبك هذه البذور الانحراف وبذور الشهوات. فأنت إذا أردت أن تسيطر على نفسك، وأنت إذا أردت أن تسيطر على هذه الغريزة، لا تبذر من الأساس، فستكون لها الآثار. البعض يقول لا أنا ما أتأثر، لا أتأثر فيما أرى، هذا الأمر غير صحيح، هذا الأمر غير صحيح، ستكون هنالك بذور، فعليك أن تمتنع، تحذر. يوتيوب غير يوتيوب، أي عامل من العوامل التي قد تؤثر في بذور هذه الشهوة في نفسك لا تمتنع عنها. وعن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: ما يأمن الذين ينظرون في أدبار النساء أن يبتلوا بذلك في نسائهم. يعني هذا أيضا وسيلة، وسائل الردع، لأما يريدون أن يردعوا بها الإنسان. فيقول أنت لا تنظر حتى لا ينظر إلى نسائك، سأتكلم عن هذه القضية بعد قليل. هناك رواية، وهذه الرواية حسب نظري هي معتبرة، أن الإنسان إذا ذهب إلى موضع وكان هذا الموضع جالس فيه امرأة، يقول لا يجلس في موضعها. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا جلست المرأة مجلسا فقامت عنه، فلا يجلس في مجلسها رجل حتى يبرد، فلا يجلس في مجلسها رجل حتى يبرد. ليش القضية؟ القضية هي أن هذا أيضا سيثير الغريزة وستثير اللذة.
وبعد ذلك سيحاول الإنسان أن يطرد الألم في نفسه. وأيضا من العوامل المهمة المساعدة في السيطرة على هذه الغريزة قلة الطعام. فعن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه تعالى عليه: ليس شيء أضر لقلب المؤمن من كثرة الأكل، وهي مورثة لشيئين: قسوة القلب وهيجان الشهوة. فأنت إذا أردت أن تأكل أنصح الشباب اكثروا مثلا من الخضر، اكثروا من الفواكه، ابتعدوا عن اللحوم ولا أشبه، بل حاول أن تصوم إذا استطعت أيامك ودهرك لله سبحانه وتعالى، فهو أكثر حصانة وأكثر قوة لكبح جماح النفس. والأمر الآخر مجاهدة النفس. ما أدري سامعين قصة السيد مير داماد. هذا السيد يوم من الأيام وهو من العلماء الحكماء، سبحان الله، الإنسان الذي يجاهد نفسه الله سبحانه وتعالى يعطيه ويعلمه ويلقي في قلبه أنوارا ملكوتية. فالتعليم سيكون تعليما إلهيا لا تعليما بشريا، لأن هذا الإنسان ابتغى الله ورضوانه. السيد مير داماد كان جالس في يوم من الأيام في بيته، وكان هنالك مطر شديد وقوي، وإذا يسمع طرقة باب. نعم، من الذي يطرق الباب في هذه الساعة؟ وإذا فيها امرأة تقول: لا أستطيع، الجو برا المطر يهطل بشكل قوي، وأنا أريد أن أحتمي من هذا المطر، فأرجوك ضيني عندك هذه الليلة. هذا حاول كذا، لكن فعلا شاف الأمر هو هكذا، هذه المرأة ربما تتضرر والجو عاصف وممطر بشكل شديد. فقال: تفضلي. ولكنه في هذه الدار، دير بالكم شباب، لا يخلون رجل بامرأة، لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما إبليس، إلا كان ثالثهما إبليس. هنالك قصة معروفة، كان هنالك عابد معروف اسمه برصيصة، هذا كان يمسح على المرضى يتشافون بإذن الله. يوم الأيام أتوا إلى بيته بامرأة، قالوا: تعال اقرأ عليها الدعاء. تركوها في بيته وذهبوا. هذا الإنسان، نعم، كان ثالثهما إبليس، اعتدى عليها. قال: أخاف بعد يكتشف أمري، من كان عابد إذا صار والعياذ بالله فاعلا للفاحشة قتلها، وبعد أن قتلها اكتشف أمره، أخذ فصلب على صليب. فأتاه إبليس، قال: أتريد أن أنجيك؟ تريد أن أنجيك من هذا الصليب؟ أنا اللي جعلتك نعم في هذا الموضع، أنا اللي أغريت الفتاة إليك، أنا كذا كذا. قال: نعم. قال: اسجد لي. قال: ما أستطيع، أنا معلق على صليب. قال: أومئ لي برأسك. فأومئ إليه برأسه وقتل في حينه. فمن كان عابدا لله إلى أن مات وصار عابدا للشيطان. لكن السيد مير داماد كان عند هذه الفتاة في بيته. الحين شو سوي؟ ثالثهما إبليس. حتى لو كان السيد مير داماد، حتى لو كان السيد مير داماد، ما دام خلا بامرأة كان ثالثهما إبليس. فهذا الإنسان أتته الشهوة، فوضع إصبع من أصابعه في النار، وكان يقول: يا سيد، تقدر تحتمل نار جهنم؟ نار الدنيا أنت لا تستطيع أن تحتملها، نار جهنم ماذا تفعل بها؟ عودته الشهوة من جديد، وضع إصبع آخر وحرق الإصبع، ووضع الثاني والثالث والرابع والخامس. هذه المرأة تنظر إليه وهي مذهولة، ما أن توقف المطر خرجت من هذه الدار. ما هذا الشخص؟ روت القصة لأبيها،
أبوها نادى يقول من هم في 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 حوله من العلماء ومن طلبة العلم؟ فأتى وشاهد هذا الشخص ملفوفة أصابعه كلها. قال ما الخبر؟ أصر عليه قال هذه القضية. يقول أنت اللي حفظت ابنتي، ربما زوجه إياها. فإذا أيها الأحبة، مجاهدة النفس، يحاول الإنسان دائما أن يجاهد نفسه وأن يخاف من سوء العاقبة. الشيطان يريد أن يدمر حياة الإنسان، يريد أن يدمر حياة الإنسان. واحد من الأصدقاء كان في أمريكا، كان عنده روميت. هذا الشخص تعلق قلبه بامرأة، لكن يا أيها الأحبة، الشيطان كما ذكرت يريد أن يدمر حياة الإنسان. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. هذا الإنسان تعلق قلبه بامرأة، فشلت علاقة الحب، فقام يأخذ المخدرات. صاحبي دخل شاف هذا الشخص يأخذ مخدرات، حاول يصلحه، حاول يغيره، إلى أن وصل به المقام أراد أن ينتحر. ذاك لحق عليه قال الله خليك، ماذا تفعل مسكين؟ هذا الشخص تورط مع هذا الإنسان. لكن انظروا ماذا تفعل اللذة. في المقابل يوم من الأيام عندما كنت أدرس في أمريكا، كنت أسأل أحد الطلبة، صديق عندنا متفوق مبارع، قلت له نيك ليش ما عندك غير فريد مثل غيرك من الشباب؟ قال لي شوف أنا أبي أتفوق، وهذه الأمور تسلبني ذهني، تسلبني عقلي. شوف أمير المؤمنين يقول كم من عقل أسير تحت هوى أمير. ومن يريد أن يعمل المنكر والعياذ بالله مع أي امرأة من الفتيات ومن النساء فليتفكر بهذه القاعدة، كما تدين تدان. لا تقول أنا نعم أعمل هذه الأمور مع نساء الآخرين، لا والعياذ بالله، الإنسان يبتلى. فعن الإمام الصادق عليه السلام لما أقام العالم الجدار، أوحى الله إلى موسى عليه السلام أني مجازي الأبناء بسعي الآباء، إن خير فخير وإن شر فشر، لا تزنوا فتزني نساؤكم. الله أكبر، لا تزنوا فتزني نساؤكم. والقضية الأهم تقديم اللذة الأهم على اللذة الأقل أهمية. يا أيها الأحبة، هذه الدنيا دنيا التزاحم، فلا يمكن الإنسان أن يظفر بجميع الرغبات وجميع اللذائذ والشهوات في آن واحد. عليه أن يضحي بإحدى هذه الرغبات، وعليه أن يضحي بإحدى هذه الشهوات، ولكن كيف يمتخب لذة على أخرى؟ هنالك عدة عوامل. من الناس من يرى العامل التالي، هيجان الرغبة. إذا الرغبة هاجت أنا أفعل وفقا لما تملي علي رغبتي. إذا أنا جعت وهاجت علي رغبة الطعام سأأكل كل الذي أمامي حلال أو حرام. إذا الرغبة هاجت وكان هذه الرغبة جنسية فيفعل الإنسان الفاحشة. لكن أيها الأحبة، هذا ليس معيارا حقيقيا، هذا سيحول الإنسان من إنسان إلى حيوان، وسيكون مصداق أتجعل فيها من يفسد فيها سيكون فاسد في الأرض. البعض يقول لا مولانا، معيار انتخاب اللذة هو العادة، أنا متعود أفعل هذا الفعل، متعود أطالع باليوتيوب فأطالع باليوتيوب، متعود نعم أتحدث مع الفتيات أتحدث مع ابنالي، أنا متعود. فما دام هنالك لذة قد تعارض لذة أخرى، اللي متعود عليه أسوي. لكن أيضا هذا ليس معيار حقيقي، هذا أصلا يسلب الإنسان إنسانيته كما ذكرت لكم. لكن المعيار الحقيقي والمقياس السليم هو
في الأمور الثلاثة التالية: يبحث عن اللذة التي تحقق أكبر لذة له، فأي اللذائذ هي أكبر وأي اللذائذ أكثر دواما بطالع فترة زمنية؟ لأن هنالك مذهب أخلاقي يسمى مذهب اللذة، يقول أنت عليك أن تنظر إلى لحظتك، هذا الماضي ما لك شغل فيه، والمستقبل أنت لن تواجهه ولن تراه الآن، فإذا عليك في لحظتك وفي آنك، تمتع في لحظتك وفي آنك. والناس غالبا يعملون هكذا، بعض المرات سلوكنا نحن المسلمين هكذا، سلوكنا أن نبحث عن اللذة الآنية. لكن تعال فكر، هذه اللذة هل هي تدوم أم سيعقبها حسرات؟ هذه اللذة هل هي كاملة أم هنالك ما هو أكمل منها؟ فمن الحمق أيها الأحبة أن يضحي الإنسان بلذة صغيرة مقابل أخرى كبيرة. فمثلا ترون هؤلاء العمال الذين يعملون في الشمس الحارقة، تشوفه يقول ليش تترك لذة الراحة؟ يقول أنا أبغي لذة أخرى أعظم، وهي لذة تأمين المستقبل، لذة الحياة الأفضل. الطلبة، أنتم أيها الطلبة نسأل الله لكم التوفيق، نعم تسهرون الليالي في الدراسة في طلب العلم، تضحون بنومكم وبراحتكم، ولكن هذا التضحية بلذة النوم في هذه الأيام هو طلب للذة أخرى أكبر، مستوى معيشي مرموق، وظيفة راقية. لأجل ذلك أنتم ضحيتم واغتربتم وتعنيتم. وكذلك الحال هنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه تعالى عليه يقول ويعطينا هذه الحكمة: أذكر مع كل لذة زوالها. هذه اللذات، لذات دنيوية كلها ستزول. خلينا نقارن هذه اللذة الدنيوية مع أخرى، مع لذائذ أخرى وأعظم وأتم. أذكر مع كل لذة زوالها، ومع كل نعمة انتقالها، ومع كل بلية كشفها، فإن ذلك أبقى للنعمة. كل ما تبي تنظر إلى لذة تقول والله أنا ألتذ بمشاهدة هذا الفيلم، ألتذ بالحديث مع هذه الفتاة، ألتذ بفعل هذا الشيء الفلاني، لكن انظر ترى هاي ستزول، كلها زائلة، وكل نعمة انتقالها، النعم تنتقل من حال بعد حال، ومع كل بلية كشفها، فإن ذلك أبقى للنعمة وأنفى للشهوة وأذهب للبطل وأقرب إلى الفرج وأجدر بكشف الغمة وترك المأمول. ويقول مولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه: أسعد الناس، كما يروى عنه، أسعد الناس من ترك لذة فانية للذة باقية. فمن المعيب أن يضحي الإنسان بلذائذ الآخرة التي، نعم الإسلام ليس ضد طلب اللذة، نقول لكن أطلب اللذة الأكمل، تلك اللذائذ التي لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هنا كل لذة في حياتنا الدنيا مشوبة بألم. إذا أنت أكلت أكل معين تشوف بطنك تصير انتفاخ، تحتاج أجلكم الله الذهاب إلى الحمام، تريد أن مثلا تستأنس في رحلة، مثلا تخرج إلى الصيد أو كذا، تشوف الشمس الحارقة تحرق جسدك. لا، كل لذة لو تبحثون عن أي لذة دنيوية سترون كل لذة دنيوية مصحوبة بألم. ومن هنا أمير المؤمنين صلى الله عليه يروى عنه: بقدر اللذة يكون التغصيص. كل لذة فيها ألم، كل لذة مصحوبة بألم، لكن لذائذ الأخروية أبدا. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون. خمر الدنيا يصحبك ألم، خمر الدنيا يصحبك صداع،
خمر الدنيا يصحبك سكر في العقل، لكن خمر الآخرة لا، يصدعون عنها، ما يصيبك صداع، لذائذ الآخرة ليس فيها ألم، ولا ينزفون ولا يزول عقلهم. ومن هنا علينا حينما نفكر بأي لذة أن نبحث عن تلك اللذة الباقية، أن نبحث عن تلك اللذة الدائمة، بل نبحث عن أكمل اللذائذ وهي لذة اللقاء، لذة مناجاة الله، لذة الحديث مع الله. شباب أينكم عن مناجاة الليل؟ أينكم عن الخلوة بمحبوبكم؟ أينكم عن الحديث مع الله سبحانه وتعالى في جوف الليل؟ لو يذوق الإنسان هذه اللذة لباع الدنيا وما فيها. هنالك تروى رواية حديث قدسي عن الله سبحانه وتعالى أنه قال أن الله سبحانه وتعالى قال في نعم في حديث قدسي: إذا كان الغالب على العبد الاشتغال به. أنت على طول تفكر شلون أرضي الله وأنت ماشي في طريقك إلى المدرسة إلى الجامعة، تفكر وأنت تمشي على هذه الأرض قل يا رب أنا بأرضك، غض بصر أغض بصري، أمتنع عن الشهوات أمتنع، أنا شلون أبي أرضيك، شلون أبي أكون معك؟ يشتغل دائما، هو دائما فكرة في الله، لأنه هو اللذة الباقية. إذا كان الغالب على العبد الاشتغال بي جعلت بغيته ولذته في ذكري. الله صار لذة في شنو؟ في ذكري. فإذا جعلت، لأن دائما يشتغل بالله، فإذا جعلت بغيته ولذته في ذكري عشقني عشقني وعشقته. الله أكبر، اسمع لهذا المضمون، عشقني وعشقته، هذا المضمون عن الله، الله يعشقك أيضا. يا الله أيننا عن هذه اللذة؟ الإنسان يحب أن يلتقي بامرأة يعشقها يتحدث معها، لكن هنالك معشوق أجلى وأتم وأكمل وأجمل وهو الله. ويقول اشتغلت في ذكري عشقني وعشقته، فإذا عشقني وعشقته اسمع اسمع اسمع، رفعت الحجاب فيما بيني وبينه. الله، شباب حاولوا أن تحصلوا على هذه اللذة، وصيرت ذلك تغالبا عليه. هذا الإنسان اللي يشتغل بالله دائما يفكر في الله، في الأوقات ربما يريد أن يسهو، يقول لا يسهو إذا سهى الناس، أنا أمنعه عن السهو، أمنعه لأن دائما يشتغل في ذكري. فتقول رواية: أولئك كلامهم كلام الأنبياء، أولئك الأبطال حقا. وهذا فعلا اللي صار للشهيد حنظلة. سامعين عن قصة الشهيد حنظلة؟ حنظلة بن أبي عامر، هذا سمي بغسيل الملائكة. حنظلة بن أبي عامر في يوم من الأيام تزوج امرأة، لكن في صبيحة زواجه بهذه المرأة سمع منادي الجهاد ينادي: حي على الجهاد، حي على لقاء الله، حي على لقاء المحبوب. نعم، فهذا الإنسان خاف أن يضيع هذه الفرصة، يقول لا، أخاف أتأخر بغسل الجنابة وأحرم من لذة الشهادة ولذة لقاء الله. فذهب هذا الإنسان، لبس ملابسه وقاتل قتال الأبطال حتى أذن الله سبحانه وتعالى له بالشهادة والقتل. تقول الرواية أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى هذا الشخص يغسل بغسل، نعم، بصحائف من فضة ومن ذهب، الملائكة تأتي وتغسله.
رأيت الملائكة تغسل حنظلة بين السماء والأرض بماء المزن في صحائف من ذهب، فكان يسمى حنظلة غسيل الملائكة. حنظلة كان عنده لذة، لكن ترك هذه اللذة لأجل لذة أكبر. وكذلك الحال في وهب، وهب ابن وهب، هذا الشخص كان متزوج جديد الزواج، كان عنده هذه اللذة، لذة زوجته. ولكن هذا الرجل أيها الأحبة لما سمع الإمام الحسين يريد النصر، يا أيها الأحبة، هذا الشخص ترك لذة زوجته، ترك الدنيا، نعم، فقاتل وأحسن القتال، فقاتل وأحسن القتال، ثم رجع إلى أمه وقال: يا أم، أرضيتي أم لا؟ أنا قاتلت، أنا قاتلت الأعداء، قتلت منهم مقتلة كبيرة. فقالت: ما رضيت حتى تقتل بين يدي الحسين، لا لا، أبيك تبيض وجهي أمام الزهرة، لا لا لا، أصبر، لا أنتظر منك حتى تقتل بين يدي الحسين، بيض وجهي أمام فاطمة الزهرة. نعم، والنساء الجنوبيات، النساء الجنوبيات في لبنان يأتي إليها ابنائهن يقول: لا، اذهب، ارجع، قاتل للدفاع عن حرم السيدة زينب، بيض وجهنا أمام فاطمة الزهرة. تركوا لذة لأجل لذة أخرى، تركوا لذة لأجل لذة أدوم وأكمل. فهذا الشخص أراد أن يذهب وإذا بامرأته تقول: بالله عليك لا تفجعني بنفسك. أمه قالت: يا بني، اعزب عن قولها وارجع، فقاتل بين ابن بنت رسول الله، تنل شفاعة جده يوم القيامة. فتقدم إلى الحرب ولم يزل يقاتل حتى قطعت يداه، فأخذت امرأته عمودا وأقبلت نحوه وهي تقول: فداك أبي وأمي، قاتل دون الطيبين، حرم رسول الله صلى الله عليه وآله. فقال: الآن كنت تنهيني عن القتال، فكيف جئت تقاتلين معي؟ فقالت: يا وهب، لا تلمني، إن واعية الحزن كسرت قلبي. ماذا سمعتي؟ ما الذي سمعتي من؟ قالت: رأيته جالسا بباب الخيمة وهو ينادي: وقلة ناصرة، وقلة ناصرة. إن شاء الله كلنا ننصر الحسين في انتصارنا على غرائزنا ولذاتنا. فبكى وهب كثيرا وقال لها: ارجعي إلى النساء رحمك الله. فأبت، فصاع وهب: سيدي أبا عبد الله، ردها إلى الخيمة، فردها الإمام، فانصرفت. ولما قتل رضوان الله تعالى عليه نشت زوجته وقيل أمه، وجلست عند رأسه تمسح الدم والتراب وتقول: أني لك الجنة، أسأل الله الذي رزقك الجنة أن يصحبني معك. قال الشمر لغلامه: طب رأسها بالعمود. فضرب رأسها بالعمود فماتت في مكانها، وهي أول امرأة قتلت من أصحاب الحسين. وكان هنالك شخص أيضا ضحى بلذائذ الدنيا لأجل لذة أعظم. من هو؟ تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت عيالك
راك يا راك إلهي أيتمت زكينا إلهي أيتمت عليا إلهي أيتمت العيال لا بل ضحيت بعلي الأصغر بعبد الله الرضيع ضحيت بعلي الأكبر بالعباس بكل ما أملك وأيتمت العيال لكي أراك فلو قطعتني في الحب إربان لما مال الفؤاد إلى سواك إلهنا سيدنا مولانا بالحسين الشهيد وجده وأبيه وأمه وأخيه صاحب شعار هيهات منا الذلة إلهي اجعل هذا الشعار شعارنا في حياتنا لا تذلنا لذة ولا رغبة ولا شهوة إلهنا واجعلنا ممن ينتصر على أنفسنا وعلى شياطيننا إلهنا واجعلنا ممن تنتصر به لدينك فمن انتصر على نفسه فهو على مواجهة العدو الخارجي أقوى إلهنا واجعلنا ممن تنتصر به لدينك ولا تستبدل بنا غيرنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم وعجل في فرج إمامنا صاحب الزمان اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله أجمعين احنا للأسف مو قاعد نسمع أصواتكم ما أدري شو القضية إذا أحد عنده أسئلة في خدمتكم إذا تقدر مولانا ما أدري إذا الصوت يطلع عندكم شيء أحد عنده سؤال على كل حال نسأل الله سبحانه وتعالى لكم التيسير والتأييد واقعا يعني نحس بمعاناة الشباب بغربتهم ببعدهم ولكن هذا كله إن شاء الله خب نسأل الله لكم التوفيق ولا تنسون من دعواتكم والله إن شاء الله يسر أموركم ويقضي حوائجكم بحقي
مولانا الإمام الحسين صلوات الله وسلامه تعالى عليه، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عندنا جهه